باش نحكيو على مشروع قانون اعلنوا عليه 34 نائب في البرلمان التونسي. طبعا الانتخابات الرئاسيه، القانون هذا فيما يتعلق بالمحكمه الاداريه يقول لك يلزم. بس جيشتر ما تبصينيش خسارة منها، هذه ريزون دو بيس باش تعطيني اليوم اعطينا الساعه. اسمع نقول لك كحركه، اعطينا كخطوه بريئه ولا قبيل الانتخابات. لا بريئه، لا صحيتي. المعمول به تنقيح ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان في أي قانون انتخابات يوقع سنة قبل أي انتخابات رئاسية تشريعية بلدية سنة تنعقد، علاش؟ باش المترشحين يعرف علاش قادم، المترشح يعرف علاش قادم، فهمت؟ سنة على الأقل، هذا اللي نعرفه. أنا قرأنا هنا أساتذتنا في القانون هكا هو. فوالا إذا معناتها لا خلينا المعارضة تقول لك هذه خطوة غير بريئة وتقول لك هذه تشويه للانتخابات الرئاسية ولنزاهة الانتخابات. لا أنا ما أسمع الموازين السياسية هذه. خلينا نحكي بالطريقة القانونية ومن ناحية، خلينا من ناحية ما نعرفهاش الموازين السياسية. أما اللي تعلمناه نحن هو تحوير القوانين نتاع الانتخابات يوقع سنة على الأقل قبل إجراء موعد انتخابات، والسبب هو ليكون المترشح يعرف علاش قادم. نعطيه فرصة طبعا، ولا هذا هو انا اللي فهمت من ناحية النظرية دستورية قانونية. من ناحية أخرى أنا الموازين السياسية ما نعرفهاش، ما نكذبش عليك. ديما من الناحية القانونية باش نحكي، وباش نحكيو أيضا على المعركة القانونية اللي صايرة بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات فيما يتعلق بثلاثة مترشحين بغض النظر عن أسمائهم. دونك شفنا أنه تم قبول الطعون نتاعهم وأرجعتهم المحكمة الإدارية للسباق الرئاسي، فهيئة الانتخابات تتخذ قرار وتنحيهم السباق. انت شنو رايك اليوم؟ التونسي ماهوش فاهم شكون الاصح، ماهوش فاهم شكون يتبع، ماهوش فاهم شكون يتبع. نجاوبك من الاخر، انت قلت التونسي مش فاهم. التونسي تو يفهم من نهار 6 اكتوبر، تو تفهم ويفهمك. نهار 6 اكتوبر بالحق ما غير مناخ، ومعناتها ما غير مناخ وموقف يفهم حتى قانونيا، يحب يفهم حتى قانونيا. لا هذه باش نجاوبك بالحق، فهمت؟ باش نجاوبك انا في المساله هذه بالحق من تقديرات الناخب. نهار 6 اكتوبر يقول لك الناخب، انا التمشي هذا كنت يحكي عليه بين المحكمه الاداريه وبين المترشحين الثلاث هو سليم او غير سليم او ينقص شيء. نهار 6 اكتوبر يعطيك الناخب الجواب نتاعه بالامضاء. اي نحكيو على ثلاثه مترشحين ما همش موجودين في القائمه الناخب تاع الانتخابات. الناخب يتبع فيهم، الناخب نهار 6 اكتوبر يجاوبك. خليني انا ما كنت سالتي بدبلوماسيه. نهار 6 اكتوبر فهمت ولا كان مشات الناس مثلا 99.99%، تو نقولوا مع شكون الحق مع شكون، وكان مشاو 7.6% فهمت، مشى حد، تو نقولوا شكون، فهمتني؟ وراه نقول لك اسمع كل صراحه فهمتني، هي ما كلها واحد، هي كلها اختيارات. وفي الانتخابات راهو الاختيارات، سمحت، راهي الانتخابات كلها مهما كانت. شوف فرنسا، انت شوف امريكا، تو امريكا في بلوكاج، فرنسا في بلوكاج، تو قدام مش نحن فرنسا، فهمت؟ هذه كلها يتحكم فيها الناخب، اما بعد فتره 5-10 سنين، فهمت؟ بعد 5-10 سنين يعطيك الجواب، يجي نتلقاوه من الناخب، اما ما نعرفوهوش ما نفهموهوش، لكن بعد 5-10 سنين نقفوا عليه. انا هذا هو رايي. خليني باش نزيد نسرك، هو تقريبا نفس السؤال بطريقه اخرى. هل يحق لي باعتبارك رجل قانون، هل يحق لهيئه الانتخابات انها تتجاوز قرار المحكمه الاداريه؟ لان المحكمه الاداريه تقول لك لا قرار يعني فوق القرار. والله اسمع، والله راهو اسمع برشا تعليلات، راهو التعليل نتاع هيئه الانتخابات انا شفته، والتعليل نتاع المحكمه الاداريه انا شفته وقريته، فهمت؟ شنو باش نقول لك؟ نقول لك فما تقاطع كبير، والله خلينا نفهم، تقاطع كبير، فهمت؟ تقاطع كبير، الانسان الناخب ماذا بيه يعرف كل شيء. الناخب اللي عنده شكوك في اي مترشح وش هي فهمت، ويعرف تاريخه ويعرف كذا، يحب يفهم كل شيء، فهمت؟ وكيف المحكمه الاداريه تقول لك انا عندي بالقانون، عندي الوحده، عندي علويه القرار، فهمتني؟ وصدقني يا رجل، الواحد الاستنتاجات كلها القانونيه والنظريه والسياسيه كلها تتارجح بين الشك واليقين، واليقين يعطي 6 اكتوبر ونعرفوا نحن بعد 5 سنين كما توا فرنسا ما هو تجاوز كل شيء. فرنسا تجاوز كل شيء، هاك شفت الشارع في فرنسا. امريكا كيف فهمت، هاو شفت فهمتني، هاو قتل في امريكا، فهمت؟
وربي يستر بلادنا. ها هذه المشاكل السياسية هذه والمشاكل القانونية فيما يتعلق خاصة بالانتخابات الرئاسية، حسب رأيك تنجم تأثر؟ أنت قلتي أنه الحسم يكون يوم 6 أكتوبر، هذه تنجم تأثر على قرار الناخب حتى قبل ما يمشي يبدل رأيه؟ يقول لك الأمور ماهيش واضحة، ما عادش نجم يمشي يعطي رأي. يستحيل وألف يستحيل الناخب يغير له قناعاته ويغير له معناتها الواحد ما لمسه من في المعيشة، لا موقف قانوني لا موقف سياسي لا فهمتنا. الناخب الغالب اللي نحن ما فهمناهوش هو أعلى من كل شيء. الناخب عنده وعي وعنده خسلنا وبما فيهم الناخب التونسي، عنده وعي وعنده رقي بفهم الأشياء، شيء غريب فهمت. ولذلك كما قلت لك رانا توا عندنا أجوبة نتاع اللي صارت في أنت اللي صارت في 2011 يا أخي سليمة، اللي صارت في 2014 سليمة، اللي هي انتخابات كلها في العالم راهو بين هكا علاش نعملوا محاكم نحن فهمت. ولكن ديما في الأخير طلع الناخب التونسي هو 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 اللي استشرافه تم صحيح، وهذا باش نعرفوه في 6 أكتوبر. ويجينا في 6 أكتوبر نقدر نحكي مرة أخرى، ها 7 أكتوبر يجي فقط باش نحكيو معناتها أبار اللي صار كل شيء. بالنسبة للمحكمة الإدارية ثم شكون يقول لك حتى على لون تيرم وإلا نورمالمون راهو حتى من قبل نورمالمون المحكمة الإدارية يخرجوها من هذايا كل ومشاكل الانتخابات والنزاعات الانتخابية. نورمالمون راهي ثم محكمة دستورية، راهي ما كانتش تصير بارشا مشاكل. شنو رأيك أنت المحكمة الإدارية معناتها؟ هنا تو أنت بدلت السؤال، تحكي على المحكمة تحكي على المادة اسمع المحكمة الدستورية تحكي تم. أعطينا المحكمة الإدارية الساعة حسب رأيك ثم شكون يقول لك نورمالمون من المرة الأولى مش من مشمولاتها أنها تنظر في النزاعات الانتخابية، هذا نورمالمون كان يكون من المرة الأولى يعني. أنت شنو رأيك؟ والله هي كمؤسسة المحكمة الدستورية من المفروض تكون أسست فهمت لا؟ ونعرفوا واحد ونعرفوا مجال تدخلها ونعرفوا علويتها فهمت، ضمان لكل الواحد، ضمان للمترشح ناجح والمترشح مش ناجح. المحكمة الدستورية اسمها دستورية، هي تنظر في دستورية قوانين فهمت. مأستها أنا يبدو لي أنا أكثر من ملحم وأكثر، بغض النظر على الانتخابات، بغض النظر على تسمية الحكومات، بغض النظر على القوانين فهمت. هي واحد هي 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 ضمان، هي ضمان دستورية القوانين فهمت. نحن عندنا دستور جديد صحيح، عندنا دستور جديد صحيح، ولكن مأستها ضرورية فهمت، ضرورية حتى كل إنسان معناتها واحد متقاضي، حتى كل إنسان جهة سياسية حتى اقتصادية حتى فهمت برلمانية تشريعية تكون واحد تكون تعرف شنو السقف نتاعها وفما هيكل يرقبها هذا لهنا. وفي شفنا نحن في فرنسا كيفاش قوانين طيحتهم المحكمة الدستورية في فرنسا، في أمريكا كيف فهمت، مشاريع عدات ومشاريع ما عدتهمش والناس الكل رضات. هذه مش الناس الكل رضات، ولذا المحكمة الدستورية هي لا بد منها. بقى وقتاش كيفاش هذه مش واحد هذه تو نعرفوه ان شاء الله. فقط ديما نحكيو من الناحيه القانونيه باش نحكيو على المترشح للانتخابات الرئاسيه العياش الزمالي اللي هو طبعا في السجن بسبب تهم تتعلق بافتعال تزكيات. حسب رايك هل انه الاحكام اللي قاعده تصدر في حقه والتهم هذه تنجم تاثر عليه؟ يمكن تاثر على الاحكام اللي صارت المقياس نتاعها حقيقه ولا مش حقيقه يعرفها راهو الناخب، وممكن تاثر عليه سلبا ممكن تاثر عليه ايجابا. وصار هذه صارت فهمت، عندنا كان في تونس مترشح في السجن وترشح للدوره الثانيه فهمت، وخرج بطبيعه الحال وخرج فهمت، ترشح دور ثاني بحيث راهو الاحكام والتشويهات والتعزيزات والتعويضات والمغريات كلها فهمتني يمكن تمشي سلبا ولا ايجابا انت ومدى قدره الناخب هذا لواحد لايصاله للناس للناخب للناس. انا ديما تقدير الناخب هو يعرف كل شيء، يمكن عند الناخب فهمت يمكن بالعكس يمكن تفيده يمكن ما تفيدوش، اذا كان حقيقي يمكن تفيده يمكن ما تفيدوش فهمت. قانونا ما تنجمش تخرجوا من السباق الانتخابي قانونا، ديما نحكيو قانون اذا اصدرت في حق صرحت اي صرحت هذوما ثلاثه اسماء لا نهائية. وين بعد ثم احكام اصدرت في حقه نحكيو على عام وثمانية شهور ما يخرج لانه هذا عنده هي السلطه التقديريه قدرته وعملت كل شيء حضرته.